اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناة عالم امين. ان شاء الله تكونوا بخير. في هذا الفيديو باش نتعرفوا على كيفية انشاء حساب في بنك كيبي. ما تنساش تشترك في القناة، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد يخص العمل او ربح الانترنت في قناة عالم امين. واللي عنده استفسارات تسجل متواصل معنا على الصفحة الرسمية الخاصة بنا عالم امين على فيسبوك، وكذلك على انستغرام، الرابط القوي في صندوق الوصف. الان نتوجه الى موقع كيبي. هو بنك الكتروني شبيه بالباير وباني وبيرفكت ماني، بعد الحال هو موقع روسي كذلك. به كل الروابط تلقاها في صندوق الوصف وكذلك في اول تعليق. تبغى تكون ترى كتب مقال على هذا الموضوع، باش تضغط على create a wallet باش يطلب منك رقم هاتف روسي. وكيما قاعدين نشاهدوا اصدقائي، برقم روسي والا ارقام اخرى يعني، لكن البلدان العربيه غير موجوده كيما قاعدين تلاحظوا، الهند، كازاخستان، بريطانيا، يعني يجب ان يكون لديك رقم هاتف اجنبي. انا جربت موقع واشتريت رقم روسي، هذا هو الموقع اللي جربت من خلاله، SMS Act Water في صندوق الوصف كما قلت لكم، تلقاه الرابط كذلك. هنالك مواقع مجانية، لكن ما عليك الا تجرب مرة واثنين وثلاثة وعشر مرات ويمكن تلقى رقم هاتف يمكن لا. خلي لكم كذلك هذا الموقع المجاني ان شاء الله. انا جربته يعني ما لقيتش رقم وما وصلنيش الكود نتاع تفعيل الحساب. الان باش نشوفوا كيف نسجلوا في موقع SMS Act. ما عليك الا تضغط على كلمة registration وباش تخلي البريد الالكتروني الخاص بيك، تخلي في هذا المكان، تكمل الكابتشا وتضغط على registration. بعد في وسط هذه الصفحة يقدم لك كلمة المرور، تخلي كلمة المرور البريد الالكتروني وتدخل الى حسابك. الان ضغطت الى انترس ودخلت الى الحساب. كما قاعدين تلاحظوا نختار روسيا لانه احنا باش ناخذوا رقم روسي وخدمه من موقع روسي. تضغط على شو اذر سيرفيس. احنا اللي يهمنا الان خدمه متاع كيبي، باش ناخذوا رقم هاتف باش نسجلوا به في كيبي. تضغط على تيك ذا نمبر، شي يقول لك حسابك معناتها صفر، ما فيش اموال، ما علينا الا نعملوا ايداع في هذا الموقع وبعد ذلك نشتري رقم كيبي. نضغط على هذا المكان ونضغط على توب اب بالانس. هذه طرق الايداع في الموقع. هنالك كيبي اللي احنا نحبوا نعملوه هو الباير وموني وبيتكوين بيرفكت ماني وادفيكاش ويو اس دي تي. باش نضغط على كلمه باير، الحد الأدنى للإيداع هو 100 روبل يعني 1 دولار تقريبا. خلينا 100 روبل. بعد ذلك تضغط على كلمة توب أب. الآن باش نقوم بعملية الإيداع. بطبيعة الحال يجب أن يكون في رصيدك 100 روبل. ضغطنا على روبل ونضغط على كونفر، وحسابك يجب أن يكون مفتوح بالنسبة للباير. بطبيعة الحال ضغطنا على كلمة confirm وباش نأكدوا العملية. عملنا actualize، حبينا ثبتوا كونه الأموال وصلت ولا، لكن ما زالت ما وصلتش، ما علينا إلا نأكدوا عملية الدفع. ما زالت العملية متواصلة أصدقائي باش نكتشفوهم بعضنا. كذلك تضغط على كلمة confirm لكي تؤكد عملية الدفع. تمت العملية بنجاح أصدقائي وتم الدفع بطريقة فورية. كما قاعدين تلاحظوا في البالانس الخاص بنا 100 روبل. الآن نقدر نشتري رقم كيبي. ضغطنا على لوجو الموقع وباش ناخذوا رقم روسي. تحب تجربه بطريقة مجانية جربه، من الصعب أنه باش يشتغل. أنا جربته وما اشتغلش معايا. تنشوفوا بعد الحال وناخذوا الخدمة كيبي. تيك ذا نمبر. كان عندي 100 روبل، الآن شو أصبح لدي 95 روبل. تنحاو على الفور. بمقابل هذا باش يقدم لنا رقم هاتف. كما قاعدين تلاحظوا هذا هو رقم الهاتف. به ملاحظة، أنا جربت هذا الرقم ما اشتغلش معايا. شنو تعمل في صورة ما اشتغلش معاك؟ تضغط على علامة الإكس هذه الحمراء. كما قاعدين تلاحظوا أصدقائي، تضغط عليها ويجيب لك رقم آخر في صورة ما الرقم الأول ما اشتغلش معاك. هذه الطريقة. انا وقت اخر والرقم الثاني اشتغل معي، وهذا باش تشوفوه في الفيديو. ما عليك الا تنسخ يعني رقم الهاتف
وتتوجه للكيوي نفس العملية أصدقائي. باش نشوفوه هذا هو الرقم يعني ينتهي ب 93. ما اشتغلش معايا أصدقائي، بعد ما حذفت الرقم الأول جاني رقم آخر خليته في الكيوي ووصلني الكود هذا هو 4107. ما علي ننسخ هذا الكود ونرجع إلى حسابنا في كيوي ونخلي هذا الرقم، وتمت العملية بنجاح. مرينا الآن إلى كتابة كلمة يعني الباسورد، كلمة المرور. هذه الشروط متاع كلمة المرور، تحب تخلي معناتها العلامة هذه خليها ب. الآن نضغط على كلمة restore كما قلنا ودخلنا إلى حسابنا. بطبيعة الحال سجل رقم الهاتف لأنك تستحفظ عليه باش تدخل به إلى الحساب مرة أخرى، وكلمة المرور بطبيعة الحال تم تسجيلها. يقول لك تحب تعمل upgrade للحساب، لا داعي نقول له later. هنالك شيئين علينا القيام بهم، واللي هو انه نضغط على بروفايل تو نشوفوا ما هي الاشياء التي يجب القيام بها، واللي هي انك نضغط على سيفتي نحيي كل الشرائط اللي يطلبك كونك اعطيني كود في الرقم الهاتف الخاص بك، لانه احنا بعد ذلك ما نقدروش نوصلوا الى الرقم الهاتف والكود ما يوصلناش. نضغط على شو في الاكسس ميثود ونحيو هذه الشارات كما قعدت له اس ام اس، بعدهم نحيهم بالبين كود باش يقول لنا اعطينا كود في رقم الهاتف اللي انت سجلت به. انا اش عملت بالضبط؟ بعد ما خذيت الكود ما لقيتش رقم الهاتف اللي سجلت به، كتبت رقم الهاتف اللي خذيته في هذا المكان وضغطت على انتر ووصل لي يعني جاني مرة اخرى رقم الهاتف، وضغطت على هذا المثلث. هذا المثلث يعود يخدم لك ومعناتها يشغل لك رقم الهاتف من جديد، وتقدر يعني تستقبل من خلاله كود اخر. هذه الطريقة اصدقائي، تضغط على المثلث هذايا وبعد ذلك جاني كود اخر الاول اللي خليته انا، لانه الكود الثاني بست ارقام كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي. تقعد يعني الكود يعني الرقم هذا يقعد ساعة كاملة. نسخنا هذا الكود كما قاعدين تلاحظوا اصدقائي وباش نخليه في الكيوي، وتم عملية بنجاح والشارات يتم اخفائها. ونرجع الان هنالك شيء اخر علينا القيام به، واللي هو في صورة ما نسيت كلمة المرور، ما عليك الا تخلي معناتها استرجاع هذه الكلمة عبر البريد الإلكتروني. تضغط على البروفايل كالعادة وهنالك على كلمة شو معناتها نحاول الشارات. هنالك بوست أوفيس، تضغط على سناب لكي تربط حسابك بالبريد الإلكتروني. خلي نكتب البريد الإلكتروني الخاص بنا في هذا المكان، بعد ذلك تضغط على use email to change password وتضغط على link email باش يوصلك في البريد الإلكتروني الخاص بيك كود باش تخليه في حسابك في الكيوي، وتم ربط الإيميل الخاص بيك بالموقع كيوي. في صورة ما تم نسيان البريد الإلكتروني تقدر تم نسيان الباسورد متاع حسابك في كيوي، تقدر ترجعه عبر البريد الإلكتروني كما قاعد نلاحظ mail is linked. هذا شرحنا إلى حسابنا في كيوي أصدقائي. معناتها تقدر تدخل الى حسابك وتخرج من دون اي مشاكل، من دون ان يطلب منك كود التفعيل. وان شاء الله نشرح موقع كيوي ونشوف المزايا متاعه وكيفاش نحاولوا ما بين البنوك. به نرجع الان الى موقع SMS Act Water. هنالك نضغط على كلمة انفو، هنالك Affiliate Program تقدر تشترك فيها وتربح من خلالها. نضغط على Attracting Referral. في صورة ما أي شخص سجل من خلالك واشترى على سبيل المثال خدمة أفيتو ولا تيليجرام ولا كيوي
هذه الأرباح التي يمكن أن تحصل عليها. لكن باش تشترك في نظام الأفلييت بروجرام الخاص بهم عليك أن تقبل في يعني يشوفوا ما يقبلوش الناس الكل، تخلي البريد الإلكتروني الخاص بيك وتخلي كان تحب سكايب والترافيك سورس يعني من أين ستجلب الزيارات والمبيعات. أنا باش ناخو يعني حتى قناتي مرابط القناة ونضغط على كلمة سنت. قبل ذلك ما عليك إلا تكمل الكابتشا باش نحاول نرسل لهم الآن كما قاعدة تعتمد تمت العملية بنجاح. كان هذا شرحنا إلى كيف تقوم بإنشاء حساب في كيوي، وشوفنا كيفاش اشترينا يعني رقم هاتف روسي. إن شاء الله نلتقي في شروحات أخرى ومواقع ومجالات جديدة للعمل، وربما ترى قناة على ممين. الله يوفق الجميع وإلى اللقاء.